هل تعتقد بأنه على السوريين والعرب المتواجدين بالأراضي التركية دور ملقى على عاتقهم من أجل دعم العملة المحلية؟ هناك مشاركات من البعض يعني في محاولة دفع يعني في محاولة يعني رد الجميل، دعنا نتحدث عن رد الجميل بالنسبة لتركيا في عملية احتضانهم وإيوائهم وتقديم الخدمات الكاملة لهم في عملية في هذه العملية. هنالك رد للجميل يقوم هؤلاء التجار وأصحاب رؤوس الأموال بضخ الدولار في خزينة الدولة مجددا من أجل دعم قيمة الليرة التركية، وهذا أثر إيجابا بالنسبة يعني لسعر صرف الليرة. هنالك محاولات كبيرة من قبل الكثير من التجار، وهذا لا ينكره الجميع، والكل بات معروفا بأن من يتواجد على الأراضي التركية، وأعتقد بأن الانتماء لكل من يعني متواجد داخل الأراضي التركية يجب أن يكون هناك انتماء لهذا الوطن الذي يقوم بحمايته. فرحة عربية كبيرة على السوشيال ميديا داخل أقطار الدول العربية من جانب المواطنين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بتلك النجاحات التي حققها أردوغان في الفترة الماضية، وذلك بعد سقوط الليرة بهذا الشكل الكبير. كيف ترى تلك المشاعر؟ ربما هي مشاعر نتيجة للخدمات التي قد قدمتها تركيا بالنسبة لكل من آوتهم، نتيجة للصراعات أو نتيجة للسلوكيات التي تحصل في يعني في الخارطة العربية بشكل عام. هنالك يعني نتحدث عن قرابة 10 ملايين متواجدون داخل الأراضي التركية، تم إيوائهم، تم منحهم التسهيلات الكاملة من أجل الاستثمار وغيره، وهم متواجدون الآن في الأراضي التركية. ربما هي هذه البوابة أيضا أنعشت الاقتصاد التركي، وهنالك مشاريع خدمية متكاملة ما بين كل الأطراف، الجانب التركي يستفيد والجانب العربي أيضا أو المتواجد العربي داخل الأراضي التركية أيضا يستفيد. يعني عندما نتحدث عن قيام تركيا باستضافة هؤلاء أو رؤوس الأموال ستقدم بالنتيجة الاقتصاد التركي، وسيعبر عن ذلك هذا المستفيد من خلال فرحته، من خلال هذه التي تتحدث عنها، من خلال بثها عبر السوشيال ميديا بشكل عام.